السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. النهارده بعمل لكم هذا الفيديو عن انواع التحاليل بصفه عامه لجميع لاي نوع من الميكروبات او الفيروسات. فكره التحليل ايه؟ البعض بيسالني كتير، يقول لك انا عملت تحليل اتش اي في للاجسام المضاده، ومش عارف مره تانيه عملت إلايزا، ومره تانيه عملت اميونو فلوريسنس. ايه الفرق ما بين التحاليل دي ودي؟ وهو في الحقيقه التحاليل دي كلها هي وهي الكشف عن الاجسام المضاده. فحبيت اعمل لكم كده بسرعه ملخص ايه هي فكره التحليل او الاختبار لاي نوع من الفيروسات او الميكروبات. التحليل اذا كان هذا الفيروس، اذا كان لا يرى او اذا كان يمكن ان يرى بالمجر او الميكروسكوب. فإذا كان لا يرى ويقع تحت الفيروس وكثير من البكتيريا، ما بنقدرش نشوفها أو صعب إن احنا نشوفها تحت الميكروسكوب. فإذا التحليل بتاعها، وده طبعا يشمل بقى فيروس الإيدز، يشمل فيروس الكبد الوبائي، كبد الوبائي بي والكبد الوبائي سي، ويشمل الهربس سيمبلكس وغيره، الاتش بي في، وكل هذه التحاليل الفيروسية فكرتها هي تنقسم الى ثلاث انواع من التحاليل. التحليل الاولاني وهو ان احنا بنشوف يعني ردة فعل الجسم. الجسم بيدافع عن نفسه بالرد على الهجوم اللي جاي عليه بتكوين الاجسام المضادة. فاحنا بندور على مين؟ على الاجسام المضادة. انتيبودي تيست، مثال HIV انتيبودي تيست. الجسم المضاد مخصص جدا، لا يمكن ان يتشابه الجسم المضاد بتاع فيروس مع جسم مضاد بتاع فيروس آخر، يعني متخصص إلى أدق درجة. مش ممكن أبدا يطلع لنا أجسام مضادة ونبقى يا ترى دي بتاعت الكبد الوبائي ولا بتاعت الاتش اي في، لأن كل واحد ليه نوع معين من الأجسام المضادة. فإحنا لما بنلاقي الأجسام المضادة بتاعت الاتش اي في يبقى ده فعلا يدل على وجود الاتش اي في. فأول فكرة هي فكرة الكشف عن الأجسام المضادة، ودي أقدم نوع من التحليل. تاني حاجة إن احنا بندور على جسم حاجة معينة، علامة معينة في جسم الفيروس أو البكتيريا، والعلامة دي بنسميها إيه؟ أنتيجين، عبارة عن بروتين معين بيبقى موجود على سطح الفيروس. مثال عندنا البي 24 بتاع فيروس الاتش اي في، ومثال الاتش بي اس انتيجين بتاع الكبد الوبائي. ماشي، يبقى اذا دول التحليلين السهلين، الكشف عن الاجسام المضاده، الكشف عن الانتيجين، وتالت حاجه بقى وهي ديت الجولد ستاندرد وادق حاجه واسرع حاجه في الكشف عن هذه الفيروسات او البكتيريا، وهي الكشف عن المادة الجينية، إما الـ RNA أو الـ DNA حسب تركيبة الفيروس. يبقى بسرعة كده الثلاث أنواع من التحاليل إيه؟ كشف عن الأجسام المضادة، الكشف عن الأنتيجين، الكشف عن الـ RNA أو الـ DNA. ماشي يا أخوانا؟ تيجي بقى في طرق، يعني الأجسام المضادة ممكن نجيبها بالإميونوفلوريسنس، وممكن نجيبها بالإلايزا، وممكن الإلايزا فيها كذا نوع وهكذا. طبعا الأجهزة برضو بتختلف، لأن في واحد يقول لي إيه الفرق بين تحليل ده والتحليل ده، بيبقى مكتوب اسم الجهاز وهو هو التحليل، ما فيش فرق على الإطلاق. طيب لو افترضنا بقى أن هذا الجرثومة، طبعا مش الفيروسات، الجرثومة البكتيريا ممكن نراها تحت الميكروسكوب أو ممكن نعمل لها مزرعة، يبقى إذا نضيف للي سبق ها، ويبقى كمان قبليهم او الاولويه ليها هي رؤيه هذه البكتيريا تحت ميكروسكوب بصبغه معينه، بنشوف البكتيريا وبنحدد نوعها، او نعمل لها زراعه اذا امكن وكانت الزراعه ممكنه وما بتاخدش وقت كبير. ديت كده تقريبا كل التحاليل. يعني اما تيجي تسالوني على تحاليل، طبعا بتكلم عن الاخوه اللي بيسالوني عن الايدز ويمثلوا أكتر من 95% من اللي بيسألوا. فالتحاليل هي حاجة من ثلاثة، يا إما HIV antibody أجسام مضادة، أو HIV antigen، أو PCR اللي بيكشف عن المادة الجينية للفيروس. وبكده أكون اديتكم فكرة ولو مبسطة عن الموضوع. أشكركم وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.